شغلة بحبها يعني أنا سيارة كلش عزيزة والبيت البيتزا. والله أعز حاجة أملكها هو الكتابات التي ساهمت بها في صحف محترمة منها القدس العربي والعربي الجديد. حب رب العالمين. فماش خطر حاجة تستدعى أنك تكون متشبث بها في الدنيا دي فهمت؟ بلادة عمي لأنه شيء عزيز علي وانطانية قبل ما يتوفى فشيء كلش أحبه. عصفور عصافير عندي ويا بلع عصافير كل ما صوت صوت كتير حلو. أعز حاجة على قلبي ساعة هدتها لزوجتي. تليفون. تليفون. تليفون يا أعز يا عمي. تليفون غيره. اللحمة يا غيب ده نيقول لحمة. شوفتها يا اللحمة. البنية نسكن فيها عزيزة علي داري. الطبيعة عزيزة كتير على قلبي. طبيعة. يعني أنا معتز بلعبة من أنا وصغير. دائما يعني لازم أخليها مجنن. أحتز بيها من أنا وصغير. الكلب طبعولة أكيد. باروتة أغلى شيء على قلبي. غير الوالدة يعني عربيتي. يعطيكم العافية.